تسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. المراد الرسول من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، وبين الله عز وجل لأهل الكتاب: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. بذات المعنى تلك الآيات في هذه الآيات. يتلو صحفا مطهرة، الصحف المطهرة لأنها محفوظة من الزيادة ومن النقصان ومن التحريف ومن التبديل والتغيير، وفيها كتب قيمة أي فيها أوامر من الله. كتب هنا بمعنى الأوامر التي كتبها الله وفرضها الله سبحانه وتعالى، كقول الله عز وجل: كتاب الله عليكم، أي فريضة الله تبارك وتعالى عليكم، وكقوله: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص. كتب قيمة، قيمة يعني تقوم على الحق وعلى الأمر المستقيم وعلى قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا، وهو أيضا معنى في قول الله تعالى: ذلك الدين القيم.